مرحبا شباب، اليوم بنحل هالسؤال. project assume student data is saved in a file named student.txt for 30 student in which each line contains student ID following by students mark in 6 assignments. Each assignment is out of 100. The data in each line is separated by space. An example is shown below. مثل ما تشوفون ID وحاطين space وستة assignments. من هالفقرة من هالسؤال أنا عرفت أنا بستخدم file. تمام؟ direct أول ما أقرأ هاي أقدر أروح وأسوي لي البرنامج اللي بستخدمه. فهالكلاس مالي سميته course mark. بنروح حق المين. انا اوريدي اعرف انه بستخدم فايل، خلينا نسوي سيت اب حق الفايل بعدين نكمل على الكود. شنو بنقول؟ بنحتاج خب طبعا سكانر. تمام، فنقول تراي وكاتش. هني فايل فايل نوت فاوند exception، اعتقد هاي هو. خلينا نقول ايه. خلينا نشوف. تمام، يقول انا ما في ثروت، مو مشكلة. نقول اي دوت get message. نبتدي بالسكانر. مثل ما تشوفون libraries already تطلع لي فوق. بنسمي خلينا نقول input file. new file. مثل ما شفتوا بعد عطاني فوق. نخلي الباث مثل ما قال لنا student dot text. نكتب student dot text. إذا ضغطنا على alt one بيعطينا الأوبشن إن نطالع هني. أنا عندي ملفين اثنين، عندي student dot text اللي هو فيه 30 طالب، وعندي واحدة حق التست بس 4. تمام، فبنستخدم الاثنيناتهم. حق اللي يبي يعرف انه شلون يحط التكست هني في البروجكت، نضغط هني رايت كليك على جافا 2، بعدين شو ان اكسبلورر يطلع له اسم البروجكت ماله. شوف هني جافا 2، وهني بدش على جافا 2 ويحط الملف هني. لا يخلي داخل السورس، داخل السورس ما يصير، ما بيعرف يعني يحصله. هني بيعرف يحصله بدون ما احط له path. مثل ما تشوفون هني في الكود ما خليت له path، لان ليش؟ already هو داخل البروجكت، فبس خليت اسم الفايل وانتهى. اذا وصلنا هالخطوة خل اول شيء نشغل انه ما يكون في اي مشكلة. ما اعطاني ايرور يعني اوكي الفايل اوكي، نقدر نكمل على الكود. لان ساعات يصير لي مشاكل هني، فكل جزء من الفايل اشغله واشوف اذا ما عندي مشكلة. تمام، لو نرجع حق السؤال نشوف شنو قال لي. قال لي عندي 30 student. تمام، فعرف انه بستخدم loop. فعندي طريقتين في العادة ويا الفايل اقدر استخدم while، والأوبجكت مال سكانر أخليه في الوايل. أقول له input file dot has next، بروح على الأسطر لين ما يحصل space. تمام، وهني مالت خلنا نسمي loop.
وأي شيء من قراءة بيكون داخل اللوب. تمام؟ ممكن إنه يكون بالفور بعد. already قال لي عدد الطلبة فأقدر أستخدم فور. فأقول له هني integer i. تمام؟ أقدر أستخدم بهالطريقة. ولكن أنا ما أفضل حق الفايل يكون كذي لأنه مو شرط قال لي 30 إنه هو الديتا اللي بيحطها 30. فنستخدم الوايل. اللي يحب يستخدم الفور. الفور في ميزة إذا نبي نحسب عدد المرات نقدر نسوي حركة. أنا شفت هالشيء عند طالب وعجبني. فنخلي الانتجر برا. زين الاي. وهني نقول له اي زيرو. وهني شو نقول له؟ نحط الكونديشن ماله يكون بهالطريقة. تمام؟ ان الاي بينعد بينحسب. تمام؟ وكل ماله يزداد. تمام؟ كأنه كاونتر. نقدر نسمي هاي كاونتر، مو شرط يكون اي. نقول له كاونتر. نقدر نكتب الكود بهالطريقة ان هم يكون عندي كاونتر هم يتشيك لما يخلص اللوب. ولكن اذا شغلته الحين شوفوا هني اللوب فاضي. اذا شغلته شوفوا شنو بيصير. برنامج مالي مو قاعد يوقف. تمام؟ لو سويت كوبي حق الكاونتر وخليته هني شوفوا قاعد تزيد الاعداد بدون ما يوقف. السبب ليش؟ لان هاي على طول صاير ترو. تمام؟ فاللي صار له انفنت لوب من هالمشكله. هاي على طول صار ترو فمو صاير فولس. علشان ما يصير لنا هالمشكله لازم اذا استخدمنا هالميثود زين نقرا من الفايل. لان اخر سطر بيصير شنو؟ بيقرأ انه ما في شيء وبيعطينا فولس. شوفوا الحين شنو بحط؟ بحط قراءة حق اللاين كامل. تمام؟ هني بنقول له next line وبشغل البرنامج. ابي اراويكم انه شنو يقرأ من الفايل. تمام؟ مثل ما تشوفون قرا كل الأسامي وطبع لي في الأخير عددهم اللي هو 30. تمام؟ علشان يكون أوضح هني خلي بس بحط لكم مثلا كاونتر. خلي نشغله مرة ثانية. مثل ما تشوفون اعطاني عدد التكرار اللي صار والديتا. تمام؟ فتقدرون تستخدمون الفور حق حل هالمشكله. بس مدام استخدمتو has next لازم يصير قراءه في اللوب. اذا ما صار قراءه بس بيكون انفنت لوب. تمام؟ هاي سويتها عشان اللي صار عنده مشكله وياه. انا عن نفسي بستخدم وايل. متعود اذا ما في ارقام استخدم الهاي. ولكن عندكم هالطريقة في حال تبون تستخدمونها. تمام؟ فبخلي هني while has next. ومثل ما عرفنا لازم يكون في قراءة. خلينا نشوف الحين شنو يبغي منا السؤال. اذن يبغي يقرأ. اذا عرفنا انه في 30 وعرفنا ان كل واحد له assignment وكل واحد صايرين separate بالسبيس. تمام؟ قال لي هني write a java program that include the following an array name student id of type long for 30 then two dimension array name course mark of type double of size 30 rows by 6 columns. Read the above data from the file called student.txt and retrieve student ID in single array called student ID and the assignment mark into
into two-dimension array called course mark. Write a Java class that will do the following function. قبل ما نروح حق ذلين خلنا نرتب أمورنا هني كامل. إحنا هني فهمنا إن شنو إن بناخذ الداتا وبنحطهم في وين في الأريز. تمام؟ فعلشان كذي خلنا نرتب هاي بعدين نروح حق هني شنو يحتاج منا. عرفنا إن السايز مال الأري الأولي 30 والثاني صار 30 × 60. هاي اسمه student ID وذي اسمها course mark. تمام. إزاي؟ خب طبعا الأري بنسوي برا على الوايل عشان شنو يكون محفوظ ويانا لآخر البرنامج. فبنقول له long. بنخلي الأري هنا نقول student id equal new long خليني 30. سوينا long حق student حجمه 30. خلنا نروح حق الثاني الحين doubles marks new دبل قال لي 30 في 6. تمام. لو تلاحظون نقدر نخلي السكوير براكت هني او هني. شنو الفرق؟ خلي علشان ممكن احد منكم يسوي ومتعود يحط ورا ويستخدم اختصارات ويصير له مشاكل، فعلى الأقل عنده فكرة المشكلة من وين جت. زين، إذا خلينا هني تمام ونبي نعرف دبل ثاني مثلا خلينا نقول average 2.5 ما طلع لي error. تمام. ولكن إذا خليت هاي هني اعطاني ايرور. ليش؟ قال لي require double two dimension array اللي حصله دبل عادي، فمفترض هاي بعد يكون two dimension. تمام. فحتى لو سويناه one dimension، شوفوا هني وياي بخلي data one dimension مثلا بعد مو راضي الا two dimension، لازم يكون 2 دايمنشن نفس اللي عرفناه فوق. تمام. شوفوا الحين يوم سويته 2 دايمنشن اوكي ما اعطاني ايرور. فاذا خليته هني وبعدين حطيت فاصله كلهم اللي وراه لازم يكونون 2 دايمنشن او نفس النوع من هني. اذا كان 1 اري دايمنشن خلينا نشوف اعطاني ايرور هم هني هم هنا كامل. زين هني اعطاني ايرور لازم يكون 1 دايمنشن. يعني راح الايرور. فحاسبوا على المكان اللي تخلونه او اذا خليتوه هني لا تحطون شيء فاصله وياه. تمام. فعلشان هالسبب انا بخليه اخر شيء. الحين صار وقت القراءه. احنا نعرف ان الداتا مالتنا بتكون عباره عن اي دي والسته اساينمنت. تمام. فنحتاج الداتا تتقصص. فشنو بنسوي؟ بنعرف في variable فنقول له string بناخذهم كلهم كلاين واحد بنقول له line equal input dot input file dot next line. تمام. بعدين بنسوي لنا array من نوع string بعد وبنقصصه. تمام. string خلنا نسميه line separate. تمام. وبنقول له بيكون طبعا array. خلنا نحط الarray هني line dot split. تمام. شوفوا هني string كاتب لي.
فبخلي هنا double quotation و space و semicolon. تمام؟ ياخذ هاي. إذن علشان ما نطيح في مشاكل، تمام؟ خلي بوريكم شغلة. أنا بغير الداتا مالتي إلى الثاني اللي بأربع أشخاص مؤقتاً، بعدين بنشيك الداتا الثانية. شو وياي؟ كل واحد في سبيس واحد بس بينه. تمام؟ خلينا نشغل البرنامج. ما عندي ايرور وصك وكل شيء اوكي. خله هني بحط اثنين سبيس وبسيف. زد سبيس وخله الحين اشغل البرنامج ونشوف شنو بيصير. اول ما اشغل البرنامج ما تشوفون ايرور يطلع، ولكن اذا خليناه يطبع اللي خذاه زين عندنا 7 ديتا مثل ما تشوف، 6 assignment و ID 7 يعني زين. فرحنا من 0 الى 6 علشان نشوف شنو اللي بيطبع لنا في كل مرة. شوفوا هني مكان اللي سوينا الخلل، شوفوا هني وياي هني مكان اللي خلينا السبيس. شوفوا كم assignment خذ، خذ اول واحد، ثاني واحد خذ سبيس، تمام؟ بعدين خذ 60، خذ 70، 50، 20، اخر 70 ما خذها. ليش؟ بسبت السبيس، خذ مكانها هالسبيس، تمام؟ فاذا بيصير input يعني مثلا بتخلون هالاري في دبل او انتجر او هاي بيعطيكم ايرور، لان ليش ما يصير سبيس نخليه في انتجر والدبل. وحاسبه حق هالشغلة انه ما يكون في سبيسات اكثر. اذا عندكم خيار ان انتو تسوون السبلت لا تحطون سبيس، حطوا فاصلة او نقطة شيء واضح عشان يبان النقطة ويكونوا كلهم لازقين في بعض، النقطة اللي تفصلهم. تمام؟ فنرجع مثل ما كان. الحين شغل الديتا مثل ما نشوف، خذ كل الارقام ما في اي مشكلة. تمام؟ الحين بنخلي هالديتا كامل في وين؟ في الاري. اول شيء بنسيف الاي دي، خب طبعا، فبنقول له student id. شوفوا هني الاندكس مفترض كل مرة يتغير، فبنحتاج counter. فبنعرف لنا counter هني، بيقول له integer count equal 0، وبنخلي اخر اللوب يصيد يعني يزيد بلس بلس. تمام؟ فهني شنو بنقول له؟ بنقول له count equal line separate، ونعطي الاندكس ماله اللي هو 0. تمام؟ خب اكيد اعطاني هني ايرور، لان ليش؟ لازم احوله الى long. فهني اجيب class long اللي هو ال capital زين، اقول له long، بعدين اقول له dot press long، واخلي الاري داخل القوس. تمام؟ فصار لي تحويل حق الستودنت اي دي. الكاونت ليش احتاجه؟ لان الاري مثل ما تعرفون الطول ماله 30، فانا ابغي اخلي اول سطر احصله في اندكس 0 من الستودنت، بعدين اندكس 1 و 2 و 3 الى ما اوصل 30. تمام؟ فهاي نسبة حق الستودنت، هاي نسبة حق الستودنت. خلى الحين نروح حق الكورس مارك. الكورس مثل ما نعرف انه شنو اول اندكس بيثبت زين، اما هني مفترض تتغير انه يكون 0 الى 5، لان شنو عندنا 6 اسايمنتات، كل طالب عنده 6. تمام؟ فصار بهالشكل. بناخذ مثال بس على 4 ستودنت، فالشكل بيكون بهالطريقة، ان هني الرو مال ستودنت، كل ستودنت يقابله شنو؟ 6 علامات، يعني في الاندكس 0 في الستودنت اللي هو اي دي خلينا نقول 2019 زين، عنده 6 علامات هني، خلينا نقول
70. شوفوا هالاي دي، هاي اللي جاب له من ارقام، يعني في اندكس 0، يعني الاندكس 0 خاص في هالستودنت سواء من اي دي ومن اسايمنت. تمام، فاحنا من كذي حددنا اول واحد الكاونت علشان شنو يعطينا 0 1 و 2 و 3، فهني بيكون ثابت نسبه حق بيكون ثابت نسبه حق الكورس ماركس، لانه بيكون نفس الكاونت نفس الستودنت. تمام، ولكن هني بيتغير. فعندنا هني طريقتين نحل المساله، طريقه سهله وطريقه صعبه. فمفترض شنو نسوي؟ نقدر نقول له course، وهنا نخلي count لأنه مثل ما قلنا ثابت، وهنا شنو نخلي؟ نخلي 0. تمام، يساوي شنو؟ لأن هاي double، فبيقول له class double d capital dot pairs double، ونخلي هنا ال array اندكس كم؟ اندكس 1. تمام، هل خلصنا؟ لا، فلازم امشي الى غاية 5 مثل ما تشوفون في البنت. تمام، فهالشي مو معقول ان بقعد بكتب بعيد الكود كل مرة، فالاحسن لي ان اخلي فور لوب اقل من 6، لان ليش من 0 احنا بدينا i++. خلنا نفتح بريسي في حال احتاجنا نكتب اكواد ثانية، وهنا خلنا نحط comment for i مثلا. تمام، فهني شنو بنحط الكاونت، وهني بنحط الاي، لان الاي اللي بنبتدي منه ما بيكون صفر. تمام، لان اوريدي خذينا صفر حق الاي دي، بنخلي هني اي بلس 1. انا دائما طايفه برقم. تمام، بهالطريقه بنخلي كل الارقام يكونون داخل الاري بشكل سهل، وعندنا الكاونت كامل الارقام صاروا في الاري دايركت، حتى ما احتاجنا نستخدم فيريبل عشان نحطهم دايركت، حطيناهم في الاري. تمام، فالحين نقدر نكمل السؤال. زين، عندنا الحين شنو قال لي؟ قال لي for each student display on the screen student ID and the average of 6 assignment and store them in result text 2. زين، الحين بيكون عندنا طباعة، بيكون عندنا output file بعد، فبنرجع بنعدل الكود، نحتاج average حق ذلين. بروح هني صوب الفايل رايتر output، او بسميه كذي انتو على راحتكم، equal new print writer، اسمه بيكون result، فسوينا ال output file مالنا. already ال try وال catch موجود، فبس اضفنا ال object مال print writer، وخلينا اسم الملف. إذن الحين شلون نطلع السام؟ السام عبارة عن جمع ذلين كلهم على عددهم. تمام، السؤال اللي يطرح نفسه، هل أحتاج أن أستخدم لوب ثاني أو أقدر أستخدم في نفس اللوب؟ الجواب أن أقدر أستخدم نفس اللوب. إذن شلون أحدد أن أقدر أستخدم نفس اللوب أو ما أقدر أستخدم نفس اللوب؟ خلنا نشوف. خلينا نقول هاي الديتا مالتي. تمام، هاي يعتبر لي سطر واحد في اللاين. تمام، في اللوب الواحد بيكون هاي ذلين كلهم متواجدين في يعني الكاونت الواحد بيكون ذلين كلهم متواجدين. فاذا قال لي يبغي شيء من ذلين اللي موجودين اوريدي في هالسطر، زين، بدون ما انتقل الى سطر ثاني بس اللي في هالسطر،
فمعناته ان اقدر استخدم نفس اللوب. ومثل ما شفنا ان نقدر ناخذ كل ذلين الاي دي في نفس المره، تمام؟ فالحين علينا ان نجمع ذلين كلهم ونقسمهم على عددهم، وهذا الشيء بيكون كلش سهل لانه اوريدي عندي اللوب ياخذهم. فاول ما ياخذ القيمه نخليه يجمعها، تمام؟ فبنروح هنا عقب ما ياخذ الارقام شنو بنعرف لنا؟ بنعرف لنا شيء سام، لاننا نبغي حق كل ستودنت، فمضطرين نخليه داخل اللوب عشان شنو؟ كل مره يتصفر، تمام؟ لان اذا خليناه برا بيصير حق كل الستودنت، بيجمعهم كامل. وخلى اراويكم هالشيء. بنقول له دبل خلينا نقول سام اسايمنت، كل زيرو، تمام؟ وهني عقب ما ياخذ الرقم سيده بنقول له يجمعهم، نقول له بلس ايكوال شنو؟ نفس المكان اللي خذيناه. يعني هاي بناخذ كوبي ونخليه هني وبس جمعهم في الحالة. خلينا نشوف الحين شلون بيطلع الافرج. خلينا نقول له سيستم دوت اوت، زين، افرج حق بس هالطالب، تمام؟ مو حق كل الطلبة. خلينا نقول افرج ايكوال، وهني شنو بنخليه؟ بنقول له السام ديفايد، نقدر نخلي 6 ولكن الاحسن الكود مالي دائما يكون دايناميك. شلون اخلي دايناميك؟ في حال غيرت السايز هني، على فكره هني 60 مفترض، اذا غيرت السايز هني اوتوماتيك يتغير وياه. فشنو شلون بنخلي كذي؟ بنقول له كورس مارك، نخلي بس اري واحد ونخلي صفر، تمام؟ بعدين نقول له دوت لينث. فهني رحنا حق شنو؟ حق الكولوم. اذا استخدمنا هالكود كنا رحنا حق الكولوم، بيعطيني 6. اذا شلت السكوير براكت ويا الصفر بيعطيني 30، تمام؟ فبنقسمه على عدد اللينث مالت الهاي. وخلنا نشوف الحين، نشغل البرنامج. مثل ما تشوفون عطاني الافرج مالهم كلهم في نفس اللوب، تمام؟ عشان نتأكد ان المعادلة مالتنا صح، Alt 1 نفتح الفايل. هنا عندي student، انا استخدمت student 4 عشان بس نشيك الكود، بعدين بنحط 30 طالب، تمام؟ هاي هو. خلنا نجمع اول واحد نشوف هل بيعطينا نفس الناتج اللي هني او لا. عندي الكالكوليتر، خلنا نفتح قوس لان نبي نجمعهم كلهم ونقسمهم. صك القوس نقسمهم على كم؟ على 6. كم اعطاني الجواب؟ بالضبط اعطاني نفس الشيء تقريبا، تمام؟ فعرفنا المعادلة مالتنا صح والكمبايلر قاعد يشتغل. فأكيد ما بنشيك حق كل الستودنت اللي هو 30، بنشيك 1 2 كفاية، تمام؟ الحين عرفنا شلون نطلع الأفرج. الحين بقى شلون نخليه في الريزولت. فبنقول له output file اللي هو اسم الاوبجكت مالت البرنت رايتر دوت، زين، من مكان نعور راسنا بنسويها كامل كوبي، وبنخلي اي تغيير نسويه في مكان واحد نخليه تحت، تمام؟ فالحين نشغل البرنامج. مثل ما تشوف هنا طلع لي، ولكن هنا ما طلع لي. ليش؟ لانه ما سويت له كلوز. فاروح هني برا على اللوب قبل الكاتش، وهني سكت قبل سكت التراي،
فبخلي كلوز حقهم اثنيناتهم input والoutput. فنقول له كلوز وهني نقول له put file dot close ونشغل البرنامج مرة ثانية. هني خوف طلع لي بعد هني طلع لي تمام. فالحين المكانين يشتغلون اوكي.